السلام عليكم، المجد والخلود لشهدائنا الأبرار، ومرحبا بالناس لهم يشاهدوا فينا داخل الوطن وخارج الوطن. الناس لهم معنا، أقول لكم مرحبا بكم في قناة شوبير ديزاد. اليوم الحصة تاعنا والغادي نتكلموا وين قائد بالفيديو، قائد بريست، يروي كيف كان ضحية لمراوغات يوسف بليلي، وين قال لهم طيحني. احنا المهم بليلي وين نتمناو له، شو قبل خدت اللي نتمناو له النجاح، هذه هي نتمناو له اللعاب ينجح في اول ظهور له، نتمناو له ينجح في اول ظهور تكون الانطلاقه تاعه، وربي بعد عليه الاصابات. هذا ما هذا اللي نتمناو، ربي بعد عليه الاصابات. وصحيح خاطر على ماهيش بطوله سهله، فانيك ما لازم ما نقولوش بلي بطوله سهله. صح نادي بريست نادي يعني تحت المتوسط، بصح احنا ميرا فيها بليلي غادي نردوها جوفنتيس، ميرا فيها بليلي غادي نردوها جوفنتيس. وين اشاد قائد نادي بريست الفرنسي مدافع برنارد بمهارات زميله الدولي الجزائري يوسف بليلي، وين صرح كيف اسقطه ارضا، وقال ونقل حساب الرسمي للليغ ان، وين صرح قائد الفريق نادي بريست بخصوص بليلي، أين قال روغني خلال تدريبات بطريقة جعلتني أسقط على الأرض. كما أضاف المدافع وقائد بريست بما أنه نجح بمراوغتي بتلك الطريقة فهذا يؤكد بأنه لعاب من طينة الكبار. ويذكر أن يوسف بليلي الذي التحق مؤخرا بنادي بريست سيكون معني بمباراة اليوم التي ستجمعه بنادي ران. المهم وين اللعاب هذا اللي نشوفوا فيه اللي غادي يكون حل بالنسبه للجامع بالماضي، كذلك في مباراه الكاميرون يعني غادي يكون بالنسبه لي حل كبير، وين يعطي حلول في الهجوم. هذه نتمنوا يكون الحل المناسب في المنتخب الوطني الجزائري، خاطر عليه بالماضي نعرف اللي غادي ما يبدلش بعض الوجوه، اللي ما غاديش يبدلهم. وسيكون مهاجم المنتخب الوطني يوسف بليلي على موعد أمسية اليوم مع أول ظهور له مع فريقه الجديد نادي بريست خلال مباراة الديربي أمام نادي ران على الملعب هذه الأخير، حيث تشير كل المعطيات إلى رغبة المدرب في اعتماد على مهاجم الخوض لتعويض راحل النجم الفريق الأول فيفار إلى نادي ليون، ليكون دون شك عن يعني كشف عن المادة الزمنية التي سيشارك فيها ابن مدينة وهران الذي اكتفى بالتدريب مع المجموعة لمدة 5 أيام فقط. حنا ذاك فيفار هو شوف فيفار كان مليون جابوه في بلاصته، جابوه باش يلعب. أنا على ذيك عندي كما يقول لك طامع بزاف باش نشوفوا بليلي، خاطر غادي يلعب بليلي. هذوك ما عندهمش اللعاب تاعهم الرسمي تاعهم، باعوه الرسمي تاعهم باعوه، هذه باش يكون على بالكم. وقال المدرب نادي بريست في تصريحات قبل مباراة اليوم، بليلي يمتلك إمكانيات فنية جيدة، بالطبع سيكون حاضر في مباراة ران، ولكن مشاركته في الشوط الأول شوط أو ساعة من الزمن أو لقاء ككل متوقف على مدى جاهزيته البدنية. هما اللعاب ما ينجموش يحرق لك لعاب يجيبه ديريكت، ولا تحسب باللي نادي تاعك لهنا ولا، وإلا كان ما كاش واجد ما غاديش يلعب، كان واجد غادي يلعب. وأضاف استعداد بليلي لأفضل مستوياته متوقف بدرجة أولى على جاهزيته البدنية. لا تنسوا بأنه شارك في بطولة عربية في قطر، وبعدها مباشرة كان حاضر في كأس أمم إفريقيا، وهي المنافسة تطلب كثير من الجهد بالنظر للاندفاع البدني الذي يعتمده اللاعبون الأفارقة، إضافة إلى الظروف المناخية، وهو ما يجعلنا كطاقم فني أمام حتمية البحث عن كيفية إعادة اللعاب إلى أفضل أحواله البدنية حتى يتسنى له تقديم الإضافة التي ننتظرها منه فوق أرضية الميدان. وسيحاول بليلي استغلال أول فرصة تتاح له، خاصة وأنه يدرك جيدا بأن كل الأنظار ستكون مصوبة إليه بعد أن صنع خبر انتقاله إلى نادي بريست حدث عبر مختلف وسائل الإعلام الفرنسية، بالنظر إلى التفاعل الكبير
مع هذه الصفقة والإشادة منقطعة النظير من طرف المسؤول، يعني مسؤولين في بريست، يعني نقولوا باللي مسؤول الفريق الذي تفاجأوا بارتفاع جنوني لعدة متتبعين لنادي عبر مختلف منصة التواصل الاجتماعي والذي تجاوز سقف المليون متابع على صفحة الفيسبوك من في ظرف 5 أيام فقط. ان شاء الله بربي كما يقول لك اللعاب هذا اللي نتمناو ان شاء الله نشوفوه في انا شو نشوفوه يلعب في النادي تاعو، بصح الحاجه اللي نبغيها يكون مليح في كونت الكاميرون، خاصه في الكاميرون لعابه اللي لازم يكونوا جاهزين، لازم لعابه يكونوا جاهزين ضد الكاميرون. ما تهمنيش والله شو يلعبوا، راهم يلعبوا هكا محرز بن ناصر مع ميلون، شاهدنا اداء تاع بن ناصر 80 دقيقه يعكس اداء مع المنتخب الوطني ماناش عارفين علاه. الى كوب دافريك غادي يولوا يلعبوها في اوروبا هذيك حاجه واحده اخرى، حنا نعرفوا بلي كوب دافريك تاعنا تتلعب في لافريك، ما تهمناش عليه والله ما تهمنا. وديجا راهم لاعبين نقولوا حنايا، واحد كيما فيغولي مازال ما هدرش على الحمار، واحد كيما ماندي، واحد كيما مبولحي، واحد ما هادو لاعبين ماناش عارفين علاه، سبايب سبا ولا ماش انا عارفين علاه، محصلين في الطقس ومحصلين في هاكتوم. صاروا فانيك صلاح فانيك يلعب في ليفربول في الضباب، ماني يلعب في الضباب، لعابه تاع السنغال كاع يلعبوا في الضباب، كاع اللعابه 23 لعاب 28 لعاب كاع يلعبوا في الضباب في السنغال. فهمناش دونك حنايا الحراره هذه ما فهمناهاش، هذه الحراره كانت غير علينا. الله لعبنا على 8 تاع الليل حصلوا في الجنون، لعبنا على 5 حصلوا في ايبوسي، لعبنا على 2 حصلوا في الرطوبه، بعد حصلوا في لوتير بنتر بالكحل، كاش من حال هذه عيب. هذه جبنا المعايره روحنا حرام يا مصاروه، هرسوا لكم كاع فامكم اسكت، ما كان لا حمال لا جري لا منا لا مليه، ما كان والو خويا، الناس قاع ساكته، الناس قاع ساكته غير هنا عندنا حنايا برك لي عرفتوا فينال، كو وصلنا فينال كنا ما غاديش نسمعوا عرفتوا نورمالمون حنايا، بصح اللعابه تاعنا تشبعوا بلاقب شجرة واحدة كاليتوسة واحدة رابدينها قال لك صحيح نورمالمون خمو هما خمو بالك خمو في الأندية تاعهم، كنا نسمعوا هذه لازمة كنا نسمعوا، يقول لك اللاعبين تاع غانا تاع الأخر يخسروا باش يعاودوا يولوا الأندية تاعهم، بصح حنا اليوم أنا نشوفوا فيها في المنتخب الوطني، يعني ما كاش اللي يجي يكذب عليك يقول لك لا ما كاش صرات أسرات ولات عاجبتهم الناس تطلق دعايات بغاو يقتلوهم بغاو يديروا لهم ما كاش كاع من حال كذب في كذب. حنا المهم وين نشوفوا باللي نقارعوا اليوم كي يسموه نقارعوا كي يسموه هذاك بلايلي يقدم مستويات دروك بلايلي دروك اللي غادي يكون يعني كل الانظار متجهه ليه، هذه هي غادي يكون كون كان الانظار تكون ليه على هذيك. نتمنوا ان شاء الله بربي بشي غير هو بشي غير هو اللاعبين كاع نقولوا حنا ذاك يوسف عطال كيسموه بن سبعيني اللعابه كاع يكونوا جاهزين، الناس اللي تهدر باللي بالماضي اتصل في فلان اتصل فلان والله ما كان والو ولا حاجه ما كان، نعطيكم الرسمي الناس اللي تكذب عليكم والله حيا ما كان، نتوما تبالكم باللي رانا غير نحضروا بصح والله حيا ما كان، والله لا ميكذبوا عليكم، كي نقول لكم بلي هم يكذبوا عليكم هم يكذبوا عليكم مستغلين
ومستغلين الظروف هذه هي. بالتالي قاعد نقولها لكم